تدري وزارة الكهرباء ماخذ قرض 39 مليار دينار عراقي من وكالة الصادرات السويسرية؟ شنو قيمة؟ 227 مليار ماخذة من البنك الأمريكي. حاطن صار ساعة قدامك ما عشرين. خلص الوقت. هاي مشاريع محطات تحرير. أنا أسألك سؤال أستاذ أحمد، أنت رجل مثقف وعلمي، اللي عنده ميزانية 19 تريليون يروح ياخذ قرض ب 39 مليار؟ قرض مو هسه. وال 227 هذا سنين ماكو موازنه باوع لزين زين، وال 903 وال 377 مليار من مؤسسه الصادرات العمانيه. اذا اقرا اقرا مال المحطات التحويليه بسنين ماكو موازنه، اقرا يعني اذا شوف بيا سنوات. اذا وزاره الكهرباء ارتكبت اخطاء وراح تحمل اجيالنا القادمه على كيفك على كيفك إيه؟ على كيفك، مو الوزاره اللي اقترت، وزاره الماليه اللي اقترت. مو انا، مو القرض لكم اي، مو انا سويت بيه محطات، مو انا اللي اقترت.